وقفه الصلاه. زين لا مصدر قبل ان يدخل في الصلاه ياتي بشروط الصلاه. تاخو يا ما حقدر لا مصشد عاد يخليك شرط شات بيحكم قلب تصو. الاصل ان يقف يجعل الرجلين على استقامه البدن، يعني لا يفتح رجلين ولا يضم رجلين. تاشي شيك وقت ودعم وقت بوشي بل شي رغم اعتن ثاني تحن مغني عند وقت بوتوش طول شيره تواتيش طول يوخي تبيج. النظر دائما يكون الى موضع السجود. تاخا تن شبعك ميش حوش ويزالجا شي سجود ديش ميت بعجي. تكبيره الاحرام يضم الكفين. شي شيكوك حلوت وتكبيره الاحرام دو حر تكبير ديش. حذو الأذنين أو المنكبين. شي شيلك قاتش بار محية شي شيب بلش تعن مغنع. يقول الله أكبر. الله أكبر أولتو. ثم يضع باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى. يوخا شيخ وحما قيترا شي إهتو كيغا إيرو كيغا إشت أغلط إدلتو كيست إدلتو. أو يقبض هكذا. يا إشت حلوتو إيه. نعم. ثم بعد هذا يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح. تاق دعاء استفتاح أو حسنة عمداء أرى تكبير الله أكبر يا جل دعاء دتوا. ثم يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول. بسم الله الرحمن الرحيم. يخ بسم الله الرحمن الرحيم أولي. ثم يقرأ الفاتحة كاملة. يخا فاتحة ديوشتو بسم الله ديوشتو دق. ثم يؤمن آمين. يخا آمين أولتو. ثم يقرأ آية فأكثر أو سورة مثل قل هو الله أحد. يخا شين خوش دولا سع سورة دوشت فاتي عداش نجول تاع يا مسلا ودوشت القول. ثم يكبر الله أكبر ويركع. يخا الله أكبر أولي ركوع ويدي. يجعل اليد ليست مثنية هكذا. وين ما جيت رأيتن كيج نيس دوتن شو تسات دوتوي. يقبض على ركبتين. يخشي شقو الحق لوتو. يجعل الرأس على استقامة واحدة مع الظهر. يخاتن بوق ثاني تحن مغني عبوتن كوارتا. سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا. واجب دو تعوز آذر سبحان ربي العظيم. ثم يستحب له أن يزيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده. يخا سنة دقي صو آذر. نعم. ثم الآن بين الركوع والرفع يقول سمع الله لمن حمده. شحال طعش أتبا أت أت مهتها سمع الله لمن حمده أولتو. إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. يخشى حلط عن ويلتو تحا ربنا ولك الحمد أولتو. ثم استحب له يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لربي الحمد لربي الحمد. يخا تول صو نغوالي شتن سنة عدي أندل دو عنا شولش. ثم يكبر الله أكبر ويسجد. يخا الله أكبر أولشا سجد دوتو. يجعل اليدين مضمومة الأصابع إلى جهة القبلة. يخا شي شيكو غا بيالكشتيت دوتي قبلة أورد عدي دوتو. لا يرفع الرجلين. شك وقت يا رحلت بوتسوا. لا بد أن يضع الباطن. إيش تيجي تعبوي بألكش ليه تأخذ ليش؟ لا يضع المرفقين على الأرض. كيوك شي قول شو ليه تعيوه تيشات؟ يقول سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى أوتو سجوده. نعم ثم استحب أن يزيد بما ورد. يخاط دي أن دول قي دعنا شخ قي صوى والي شتن. الله أكبر ثم بعد هذا يجلس. يخ الله أكبر أولي وخبي. جلسات الصلاة تكون على هذه الصفة. واخو سجود تحلطي عن شخناء واخو شخناء ايش تخبي؟ دائما جلسات على هذه الصفة. ايش تخبي يا شوها سجود تحلطي عنش؟ إلا التشاهد الأخير يجلس هكذا. تحر دول تشاهد ايش تخبي يا صحا؟ ليه هاي ات ايرو كواغا ايش تحن بغولاني دع بغج؟ يسلم برأسه فقط. يوغا سلام لو شخنا كو كوارت ثاني سلام لو تو. السلام عليكم ورحمة الله. إيش دولتو؟ السلام عليكم ورحمة الله. تون ديغ ميت تغطى دولتو. لا يثن المرفقين. إيش شي بيلش دعتا يرزتو سلام لوش. ولا يحرك الرأس. يوغ كوارت إيش واحد ستعبوتو. ولا يحرك اليدين. إيش شي كيوكش ميت تغطى دولتو. السنة بعد الصلاة يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يوخا تسبيع ضغطو سنة حمد أر سلم ديل شو تاع استغفر الله أو لقوس استغفر الله داخل دعو الله. والله أعلم.